من أغرب القصص التي نشرها الإعلام التركي عن الناجين من الزلزال الذي ضرب تركيا في شباط الماضي والذي خلف أكثر من 50,000 قتيل وألاف الجرحى والمشردين بلا مأوى. لكن ما حدث مع جنان صاحبة 38 عاماً وطفلتها كان أشبه بمعجزة، فقبل وقوع الزلزال بساعتين بدأت مشادة كلامية بين جنان وزوجها زكي. تطور الخلاف إلى ضرب وركل لجنان من قبل زوجها، بعدها قام بطردها من المنزل هي وطفلتها البالغة 3 سنوات رغم البرد القارس والأمطار، إلى أنها فضلت الخروج وترك المنزل لتجلس مع طفلتها وحيدتان في حديقة عامة لأنها لم تجد مأوى للذهاب إليه في وقت متأخر من الليل. وبعد مرور وقت قصير من طردها ضرب زلزال مدمر مدينة ملاطية، ما أسفر عن هدم منزلهم ومقتل زوجها تحت الركام، رغم تصرف زوجها المشين لأنه كان السبب في إنقاذ حياتها مع ابنتها، لتنهار الزوجة باكية بعد معرفتها بخبر وفاة زوجها تحت الأنقاض. فمهما كان بينهم من خلاف، يبقى والد طفلتها الوحيدة وزوجها وزميلا لها في نفس مكان العمل. تقيم الآن جنان وابنتها ذات 3 أعوام في أحد مخيمات الناجين من الزلزال في مدينة ديار بكر، لتبقى قصة إنقاذ حياتها مع ابنتها من أغرب ما سمع به الناس عن زلزال تركيا.